أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة والستات ما بيعرفوش يكذبوا. مساء الخير يا أميرة، مساء الخير يا مفيدة. ازيك كمان من زيكم البنات؟ كله بكامل قوته النهارده الحمد لله. لا بس أنا عايزة أقول إن أنتوا إحنا يعني أنتوا وإحنا دايما بكامل قوته دايما. لما لا يعني اي حد فينا لا بس لما بنبقى ناقصين بنبقى ناقص لنا كتف وناقص لنا بس برضه بيبقى الفريق بقوه ضاربه لا بكامل قوته يعني احنا الثلاثه بنبقى بجد كامل قوتنا بس طبعا الظروف خلاص مش هجاملكم خلاص انتوا ما جاملناش مش جاملنا يعني انتوا كويسين من غيري في المجامله. طبعا النهارده عندنا هنبدا ببورصه الاخبار، ولكن يعني الخبر الاولاني شكله كده في اوله في عنوانه جميل خالص بس محتواه مش يعني. مصر في قائمه اعلى 10 دول عالميا ولكن بالإصابة بمرض السكر. وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، بلغت نسبة الإصابة بمرض السكر 10% من حجم السكان، وقدرت حجم الإنفاق الصحي على المرض 14% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية، وضمت القائمة أيضا 5 دول عربية أخرى هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان. كان نفسنا نقول إن إحنا الأعلى في 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 حاجة في رياضة في لا ما إحنا كنا امبارح مصر برضو تتصدر البلد رقم 9، الدولة رقم 9 بس في أعلى نسبة تدخين. انت بتتكلمي امبارح عن التدخين وانا مش موجوده. انا قلت انت فكيتي بقى وخلاص عشان خاطر الحلقه، عشان الناس تفتكر ان انا فكيت لاني مثلا مش هعرف اصد ولا ارد في المناقشه. لا ما كنتيش هتعرفي تصد. لا 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 معلش سوري، يعني مش عايزه اروج للتدخين بس استفدتي من الحلقه؟ يعني كنت في المحكمة وبدخن برضه يعني واحنا اتكلمنا في الحلقة وعن التدخين هبوظ لنا الحلقة. لا مش هتكلم. للخبر طبعا بقية، يعني اتهمت المنظمة منظمة الصحة العالمية الشركات المنتجة للوجبات السريعة بالمسؤولية عن انتشار المرض بين الأطفال، لأن دي الأطعمة دي طبعا بشكل غير مباشر بتأثر على السمنة وعلى صحة الأطفال وبالتالي بتؤدي لمرض السكر، وطلبت سرعة تدخل الحكومة وتوفير ملاعب تسمح بحركة الأطفال وممارسة النشاط البدني. احنا فعلا الحتة دي بقى عندنا تقصير فيها، المدارس ما بقاش فيها ملاعب. الخبر ده بيفكرني في مسلسل كان فردوس عبد الحميد عاملاه زمان في المش، عارفه انت في المش مش لا طب انا عايزه اقول حاجه يا متفائله مش ملاعب ايه واحنا الناس لا لا طب تسمحي لي، انا بتصور انه انتشار مرض السكر وبالذات عند الأطفال مرتبط بسلوكنا الاجتماعي الخاطئ. يعني بعض البيوت اللي فيها أطفال مريضة بالسكر بتتصور إنها الأسرة هتاكل أي حاجة وتاكل حلويات وتاكل إيه وتطالب الطفل إنه هو الوحيد المريض اللي ما ياكلش زيهم، وده مستحيل. يعني لابد من تغيير السلوك الاجتماعي للأسرة اللي عندها مريض سكر بأن كلهم ينضبطوا. وأميرة منى برضو في الجزء الثاني من الخبر اللي هو أن الناس بيتهموا محلات الجانك فود بأنهم مسؤولين عن الموضوع ده، ليه المحلات دي ما تعملش للأطفال المرضى بالسكر وجبة تبقى شكلها حلو وتبقى لذيذه وتساعدهم ان هم ممكن ياكلوها وما يجيلهمش اي نوع من الاعراض بتاع مرض السكر؟ برضه احنا محتاجين موضوع السكر ده على فكره محتاج حلقه لانه مره كانت كتير الحقيقه سمنه الاطفال. قول لنا يا اميره الخبر الثاني. الخبر الثاني يعني كالعاده وزاره الماليه تتراجع عن فرض ضريبه المحمول. زي ما قلنا بقالنا فتره ان كل شويه يطلع قرار وبعدين بعد ما يطلع القرار يتراجعوا فيه، يطلع القرار وبين يتراجعوا فيه. احيانا بيكون التراجع كويس جدا، بس لما بيبقى التراجع كويس جدا بيثير سؤال، لما انتم التراجع جميل لمصلحه الناس كنتوا خدتوا القرار ليه ما درستوهوش؟ يعني كان في قرار من وزاره الماليه بفرض ضريبه مبيعات قرش واحد على مكالمات المحمول. الاستاذ ممدوح عمر رئيس مصلحه الضرائب اكد الغاء القرار. انا مرحبه جدا بتاكيد الاستاذ ممدوح عمر رئيس مصلحه الضرائب بالغاء القرار، لان الناس فعلا مش ناقصه اعباء، وده معناه انه حصل دراسه للقرار واكتشفوا انه مش لمصلحه الناس. موافقه جدا وتحيه وشابو للي الغوا القرار. طب واللي خدوه مش تدرسوا القرارات قبل ما تاخدوها؟ خلاص بقى يا اميره خلاص. خلاص انا اسفه بس لازم اقول كلمتين واقفين في زوري. خلاص عندك ايه هنعمل ايه؟ ما احنا كل يوم في قرار يتاخد وقرار يتاخد تاني على راي عبد الحليم. مجموعه من المحافظات المصريه اتعرضت الايام اللي فاتت دي لانقطاع متكرر في التيار الكهربائي، منها الجيزه والمهندسين والدقي والاهالي زعلانه جدا، واكتوبر
وفي ايه تاني؟ والغربيه والمنوفيه ودمياط. الاهالي زعلانه جدا ومن كتر زعلهم قرروا ان هم يقطعوا الطرق. انا مش قادره اقول للاهالي انتوا غلطانين، وفي نفس الوقت برضو موضوع ان احنا نقطع الطرق برضو اعاقه جامده جدا للناس اللي مالهاش ذنب. المواطنين مالهمش ذنب، يعني احنا بنعاقب بعض. طب احنا ذنبنا ايه واحنا عندنا مريض في البيت، عندنا شغل، عندنا حد يروح المدرسه ونصحى نلاقي ان الطريق انتوا قطعتوه؟ النور بتقطع، عندكم مشاكل مع الحكومة، بس الحكومة هي المسؤولة. احنا مش عايزين نعاقب بعض بالذنب ملناش فيه. يعني يبقى النور بيتقطع والطريق بيتقطع، كل يعني حاجة كل حاجة ونفسنا قرب يتقطع. اتقطع. اخر خبر عندنا وخبر يعني غريب شوية وطريف. طالب بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية عرض على زميلته الزواج وعمل لها 3 لافتات كتب عليها اقول لك على سر انا بحبك ما تتجوزيني بقى. طبعا الطلاب فوقوا بكلية الهندسة صح؟ كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية. طبعا هم فوجئوا باللافتات دي، لكن مش عارفين طبعا اسم الطالب والطالبه اللي هم شايفينها هنا على الشاشه. اقول لك على سر بس سر. انا بحبك انا بحبك تتجوزيني. هو جابها وجاب زميلته ووراها اللافتات وترك اللافتات معلقه. الحقيقه طبعا زالوها الطلاب في الكليه، يعني طلبه زالوها بالذات. طبعا ده اثر على بعض الطلبه المتشددين شويه، حاسوا ان ده تصرف غير لائق. يعني ما مش فاهمه متشددين في ايه. ده حركه بمليون جنيه. ده المهندسين بقى اكثر رومانسيه. ده انا اطمنت على مصر كده. الشاب اللي عمل كده وانا شايفه ان هو هيبقى زوج اكثر من رائع. طب ما يدخل الباب لبيته ما يروح يطلبها الجواز. ايه ما يدخل هو بيقول لها يعني بيبسطها أفكار. يعني يعبر عن حبه. لا يعني عارفه اللي بيضايقني في ايه؟ انك تقولي مجموعه من المتشددين قرروا ان هم يعترضوا. متشدد على ايه؟ هو انت لقيت حد قالع ولا حد لابس ولا حد؟ ما ده واحد بيقول لبنت زميلته انا بحبك اتجوزيني، هو قال لها صاحبيني. لا سوري. وبعدين قال لها بطريقه رومانسيه جميله. كليه الهندسه بقى تجري تحقيق تدور مين اللي عمل كده، لكن في النهايه وهو هيخش البيت طبعا وحد يكتب لوحده على الحيطه تتجوزيني وبعدين يقول لها الكاميرا الخفيه بخ. لا بصي يا ميرا، متوقعه الولد ده بعد ما يتجوز بقى كل في العيد هيعمل لها حركه، في الفالنتاين هيعمل لها حركه. لا الحقيقه هتبقى حلوه، انا بحييه بجد، برافو عليك. بس ما اعرفش اسمهم ايه، بس الف مبروك مقدما وما تفرقش معاك التحقيق هتعدي. النهارده فريق العمل والاعداد اختار موضوع مهم جدا للمرحله اللي احنا بنمر بيها، هو موضوع المسؤوليه الاجتماعيه لرجال الاعمال. عايزين نقول ايه هي المسؤوليه الاجتماعيه لرجال الاعمال وازاي بتقاس وايه المعايير اللي بتقاس بيها، يا ترى هي كمان اتقدمت بشكل كافي ولا لا. في التعريف العالمي للمسؤوليه الاجتماعيه لرجال الاعمال بتقول المسؤوليه دي بتقع على كيانات رجال الاعمال والاستثمار كنوع من رد الواجب للحكومه اللي بتقدم لهم تيسيرات وتسهيلات وبتبعدهم عن الروتين شويه في مقابل ان هم بيساعدوا الفقراء او بيدفعوا ضرائب للدوله. طب انا عايزه اشرح موضوع المسؤوليه الاجتماعيه وهقول ممكن قبل ما اوكي عشان انت عامله لا اتكلمي عشان انت عامله انت عامله دراسه جامده جدا. كنا عايزين هنضيع الوقت. يعني قبل ما تتكلمي ان قبل ما امير عامله دراسه اعتقد ان هي هتفيدنا جدا في الشرح ما بين خلط دور رجال الاعمال. لكن حقيقي الموضوع بتاع رجال الاعمال والخلط احنا بنخلط ما بين في ايه؟ دور رجال الأعمال في ان هم يحاولوا يرفعوا من المعيشة للمواطنين وفي نفس الوقت الصدقات. يعني في كتير جدا من رجال الأعمال معتمرين ان هم بيساعدوا الشباب لما يتبرعوا ليهم في ليلة القدر، لما يجوزوا لهم 30 عريس وعروسة، لما يعملوا لهم دار أيتام، لما يعملوا دار مسنين. فحقيقة الأمر هو مش هو ده الدور اللي احنا بنطلبه من رجال الأعمال. احنا بنحاول نقول أيها الرجل اللي ربنا رزقك بسبب توفير كثير من الأشياء الحكومة وفرتها لك، احنا محتاجين مشاريع تنمي المجتمع بتاعنا مش صداقات. احكينا بقى عن الدراسة. هو فكرة المسؤولية الاجتماعية هي مش رد الواجب للحكومة. المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال هي رد الواجب للشعب. رجال الأعمال لا تحقق مكاسب وأرباح وثروات إلا لأنها بتعمل منتجات بتبيعها للناس. انا بعمل مشروع سكني ببيعه للناس، بعمل سوبر ماركت كبير ببيع فيه بضاعه للناس. بس مين اللي بيقدر يشتري؟ المتوسطي الحال والاغنياء.
وفي بس في مؤسسات غير هادفه للربح برضه. لا ماليش دعوه بالمؤسسات يعني غير هادفه للربح. المسؤوليه الاجتماعيه، المسؤوليه الاجتماعيه. انا بتكلم عن رجل الاعمال اللي عامل مشروع بيربح. انا عامله مصنع عربيات، انا عامله مدينه سكنيه، انا عامله كده. رجل الاعمال في وجهه نظر المجتمعات عموما في قفص الاتهام. الناس بتحس بالاتي حتى لو بيدفع الضرايب، يعني لو رجل اعمال لا فاسد ولا حاجه وبيدفع ضرايبه للحكومه وكل حاجه، انما الناس حاسه احساس الناس انه مقصر، انه بيمص في دمنا. هو ما عملش فلوسه دي الا لان بيبيع لنا، لانه بيكسب على حسابنا. المسؤوليه الاجتماعيه بتعادل الميزان ما بين ان انا بأحقق ارباح وبين اني انا بأؤدي واجب للمجتمع. شكل الواجب ايه؟ في اوروبا الدول المتقدمة المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبيرة بتعمل مشاريع لدعم الفقراء. اعمل مدارس، يعني اجي انا مصنعي، مصنعي في اكتوبر، فلما يبقى مصنعي في اكتوبر اقوم عاملة مدرسة للفقراء في اكتوبر. انا ادعو من المدرسة، اخد اولاد الحي واعلمهم واصرف عليهم، والمتفوق مستشفى اسفره بره، اعمل مستشفى. انا بعمل مدينة سكنية للاسرياء، اعمل مش جنبها، مش لازم جنبها بالضرورة، انما جزء من ارباحي، جزء من ارباحي اعمل بيه مدينة للشباب، للفقراء، لمتوسطي الحال. سؤالي هنا، المشاريع دي الكبيرة اللي رجال الأعمال بيشتغلوا فيها، مصانعهم مش برضو بتبقى الحكومة مشاركة بجزء من هم، في إعفاء ضريبي، في تسهيلات حكومية بتتعمل؟ مش ده معناه إن الحكومة لما بتعمل كده هي بتقول لرجل الأعمال بشكل غير تقليدي، ساعد المواطنين، إحنا هنوفر لك جزء وانت بجزء اخر حاول انك تبني مشاريع. لا، هي الحكومه لما يعني بتعمل الكلام ده، لما الحكومه بتدي الاعفاء الضريبي او لمده معينه، او بتدي الارض بسعر رخيص وبالتقسيط او بكذا، هي بتشجع الاستثمار. الحكومه مستفيده من ان رجل الاعمال يعمل 10 مصانع. تمام، بس ما بيدفعش انا بقى المفروض كان يدفع. لا، هو قانونا بيدفع، وبيدفع ضريبته وبيدفع كل حاجه. انا بقى عايزه اخلي الناس اللي ماشيه في الشارع تقول ربنا يزيده، يا رب يبقى عنده بدل 10 مصانع 1000. ليه؟ بصي يا أمير، لان كل مصنع بيرجع عليا بفايده. بصي، هو حاصل بالفعل يعني في اعمال خير اتعملت، رجال اعمال عملوا كتير قوي، بس يقال ان بعد يعني الانفتاح يعني بعد الانفتاح كان لازم يبقى العائد على البلد اكتر من كده. مش بتكلم عن الخير يا منى، الخير أيوة. والتصدق ده سلوك شخصي. لا، يعني لما يجي مصنع اكس يقرر انه يوم العيد يذبح خرفان ويوزع على الغلابه اللحمه، ده صدقه. لا، كان لازم يبان في مشروعات ترفع الطبقة المتوسطة اللي هي ضاعت خالص، اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ضاعت في الانفتاح ده، وما بقى خلاص بقى في حد تحت خط المسؤولية. رجل اعمال، رجل اعمال زي بيل جيتس اساسا مش للطبقة المتوسطة. بيل جيتس لما قرر ان هو يساعد المجتمع وعمل ايه؟ عمل كرس بعض الامكانيات المادية اللي بيطلعها تبرعات للبحث العلمي، ابتدى ياخد مجموعة من الناس اكتر منه، وورن بافيت عمل حط 83% من ثروته للاعمال. طب خلينا نقول ان في مصر عندنا بعض النماذج الشهيره جدا. سويرس، عندنا سويرس، عندنا فريد خميس، الاثنين عاملين مؤسسات لدعم الطلاب وتطليع البعثات لكن ما هوش الحجم الاجتماعي اللي احنا بنحلم بيه في لبنان بقى. في نموذج ناجح جدا جدا جدا، مؤسسه الحريري. مؤسسه الحريري عامله شغل قوي جدا في لبنان، من اول دعم المخيمات والفقراء والتعليم والعلاج وكذا. والابحاث يا اميره، ما هو طبعا هي بتحقق مكاسب من الاستثمار بتاعها، من التجاره، من الصناعه، وبتاخد جزء من ربحها تعمل بيه عمل تنموي واجتماعي جوه البلد. مؤسسة الحريري من المؤسسات تقريبا واخده طابع الانترناشنال، يعني هي كمان مش بس بقت بتخدم لبنان، لا ده بقت تطلع بره تخدم بعض البلاد العربيه المحتاجه، بعض البلاد الافريقيه، بعض الطلاب هنا في مصر. يعني ايه اللي احنا طالبينه من رجال الاعمال؟ احنا مش مستكترين عليكم فلوسكم، ولا احنا بنقول ده انتم معاكم ادوا الفقراء، لا، احنا بنقول لو انت تقدر بجزء من الأرباح اللي ربنا كرمك بيها، بدل ما نعيش في دور المغالاة والبذخ والصرف اللي ما نبقاش محتاجينه قوي، نقدر نعمل مشاريع، نجيب بعض الشباب يشتغل، نجيب بعض السيدات نعمل لهم المشاريع البسيطة، نقرضهم فلوس ونسدد، وهم يسددوا الفلوس دي في يوم من الأيام، بس يبقى المشروع كبر. محتاجين نفكر إزاي نبني مجتمعنا من خلال مساعدة رجال الأعمال
وطبعا ان شاء الله لما تقوم عايز اقول كلمه اخيره منى، كلمه اخيره بس، انه المسؤوليه الاجتماعيه اذا كانت في الاقتصاد يقولوا الراسماليه لها كرابيج، فالمسؤوليه الاجتماعيه هي اللي بتلغي كرابيج الراسماليه. المسؤوليه الاجتماعيه لرجال الاعمال هي اللي تخلي الفقراء ومتوسطي الحال والمعدومين يبقوا شايفين ان يا رب يدغنوا قد كده مليون مره، هي اللي تصالحهم على بعض، هي اللي تعمل سلام اجتماعي في المجتمع بين الاثرياء وشديدي الثراء والفقراء ومتوسطي زي ما عمل فلاديمير بوتين في روسيا بالزبط. لما حصل الناس احتجت والعمال احتجت على ان هم مش قادرين يكملوا شغلهم، عايزين خامات وعايزين مواد، قاموا اكبر رجال الاعمال على ان هم يعملوا كده. هل احنا محتاجين بروتوكول يتعمل؟ هل احنا محتاجين قانون؟ محتاجين تشريع؟ مفيش قانون. احنا محتاجين هي ودي او نوع من انا بقول لك القانون ادفع. يعني انا اعمل قانون ممكن نقول عايزين نعمل ضرائب تصاعديه على رجال الاعمال، فيجي بعض الناس يقولوا انتوا كده بتطفشوهم لانهم هيلاقوا في دول اخرى قوانين ضرائبيه اهون. فانا مش عايزه اعمل قوانين زياده، انا عايزه يبقى كل رجل اعمال في مسؤولية، في جزء من خلفيه تفكيره بالزبط. انه مسؤول تجاه المجتمع بالزبط. والوطن اللي تربى وكبر بشكل متنظم في المجتمع، بشكل متنظم. يعني يعني الموضوع مجتمع. مش قاهره مفيد أيوة، في محليات وفي عندنا يعني شغل على عندنا مستوى دوله ممكن يبقى متنظم عندنا بشكل الصحه مدرس. عندنا التعليم تمام. عندنا المرأة المعيلة، عندنا مشاريع سكنية الناس مش لاقية تسكن في مناطق قريبة، عندنا المواصلات. لو كل رجل أعمال أخذ جزء بس جزء بسيط من اللي احنا بنتكلم فيه ويقدر ان هو يركز، اعتقد ان احنا نقدر نطلع به. سؤالنا على الفيسبوك يا مفيدة النهاردة، هل تعتقد ان اغلب ما يقدمه رجال الاعمال للمجتمع وعي بالمسؤولية الاجتماعية ولا بر واحسان ولا مصالح خاصة؟ ده سؤالنا على الفيسبوك. وقولوا لنا ضيوفنا بقى يا اميرة. احنا معانا المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال، ومعانا الاستاذ نيازي سلام رئيس بنك الطعام المصري، والدكتورة نجلاء الدسوقي مدرس الادارة العامة باكاديمية السادات، هيناقشوا معانا المسؤولية الاجتماعية لرجال الاعمال. بعد كده الستات ما بيعرفوش يطبخوا، ومعانا ندى من القاهره هتعمل لنا ايه بفتيك بالتركي وريحان ومكرونه فيتوتشيني. ميرسي يا استاذ محمد، انت ناوي تاكل ولا ايه؟ بعد الفاصل هيكون حوارنا مع ضيوفنا الاعزاء والمسؤوليه الاجتماعيه لرجال الاعمال. هي المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال ولأي مدى تحققت؟ وإيه هي المعايير اللي بتقاس بيها؟ ده اللي هيكون مجال حوارنا النهاردة عن المسؤولية الاجتماعية ورجال الأعمال. ضيوفنا دكتورة نجلاء الدسوقي مدرس الإدارة العامة ونائب مدير مركز البحوث والاستشارات بأكاديمية السادات، أهلا بحضرتك. الأستاذ نيازي سلام رئيس بنك الطعام المصري، أهلا بحضرتك. المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، أهلا بحضرتك يا فندم. أخير أهلاً وسهلاً. أنا عايزة أبدأ بالحوار مع المهندس حسين صبور باعتبار حضرتك رئيس جمعية رجال أعمال، فهل مفهوم المسؤولية الاجتماعية مطروح في أذهان رجال أعمال مصريين؟ وإذا كان يعني إيه؟ قبل ما نرجع للدكتورة نعرف المفهوم الأكاديمي بقى. المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال هذا اللفظ الجديد علينا له دور مهم جداً غير معروف، وهو أولاً مسؤوليتي داخل شركتي. بمعنى ابتدي ان انا داخل شركتي اخليها شركة نظيفة. بمعنى اولا ما ادفعش الرشاوي اول حاجة، مش ان انا بص ان انا ازاي ادي للناس ابني جامع، لا نهائي. ابتدي بجوه انظف نفسي. بمعنى زي ما قلت عليك اول حاجة ما ادفعش الرشاوي. نمرة اتنين اتعامل مع جميع العاملين في الشركة تعامل محترم، يعني اذا كان عليهم تامين صحي اامن عليهم، ما هربش من تامين الصحي بجد طبعا، مش شكلي يعني. لا لا، ما بقولك ده بدايه المسؤوليه الاجتماعيه. المسؤوليه الاجتماعيه تبدا بيا وبشركتي، اعمل لهم تامين صحي صح، اعمل لهم تامين اجتماعي صح، اعمل لهم كل الخدمات صح. رقم ثلاثة اسمح لهم ان يكونوا تجمعات تخاطبني وتفاوضني تفاوض جماعي عن العمال، مش ان انا اجيب شويه عمال كده واتفق معاهم يضربوا التانيين عشان يتخفضوا ايجارات مرتبات بعض. لا، اكون بكل رضا سامح للعاملين في الشركه ان يكونوا نقابات، دعم الحقوق النقابيه للعمال يعني كويس. والموظفين. فابتدي المسؤوليه الاجتماعيه ابتدي بنفسي وانظف نفسي
وما اعملش اي حاجه غلط، واوسع كل الاسلوب السليم الصح داخل مؤسستي. أوكي. واعلم كل واحد في المؤسسه ان ده واجبه الاول قبل ما ابص بره بعمل ايه. طب اسمحوا لي استاذ نيازي، انا هاخد من كلام باشمهندس حسين وهقول ان حضرتك رئيس بنك الطعام، وبنك الطعام ارتبط بالمواطنين المصريين بسهولة جدا، يعني الناس كتير حافظة الاسم بنك الطعام. بس قبل ما نطلع على الهواء دلوقتي احنا بنتكلم، قلت لي على فكرة مفيدة، مش بنك الطعام بس، ده في اكتر من رجل اعمال شارك في اكتر من بنك. انت عندك بنك الطعام، بنك الامل، بنك الدواء، وحاليا ان شاء الله معا في تطوير العشوائيات، بنك الكساء كمان، وبنك الكساء. الفكرة ابتدت ازاي؟ يعني ايه اللي خلى حضرتك تبقى تقود هذا العمل الرائع لخدمة المصريين؟ هو طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، ده كرم منه اولا انه يستخدمنا او يجعلنا سبب لنفع البلاد والعباد ان شاء الله، يعني ربنا يتقبل. موضوع بنك الطعام ده يعني قصة يمكن لو حكيتها تاخد شوية وقت، مش عايزين يعني نضيع الفكرة. عايز نتكلم، يعني حضرتك بتطعم ما شاء الله 14 مليون أسرة تقريبا خارج الحمد لله رب العالمين. يعني طبعا عدد الأسر المستفيدة النهاردة طبعا مش 14 مليون أسرة، 14 مليون أسرة ده يمكن تعداد مصر، 14 مليون أسرة فرد تقريبا، يعني في المواسم بيبقى 14 مليون تقريبا، إنما طول السنة بنتكلم في حوالي 4 مليون. الغذاء بتاعهم الرئيسي بيروح من بنك الطعام، سواء من فائض من الاتفاقيات والبروتوكولات اللي احنا مضينا مع كل فنادق مصر النهاردة، بالإضافة للجزء الثاني اللي هو بيروح لهم اللي الناس متعارفة عليه اللي هو الزاد الكرتونة اللي بتكفيهم الشهر بالكامل. ده اتفاق مع كل رجال الأعمال، ده مع كل أعضاء مجلس الإدارة، هم من رجال الأعمال المؤسسين، رجال الأعمال المؤسسات اللي حضرتك ذكرتيها دي كلها رجال أعمال. وعلى فكرة أنا مش رئيس كل المؤسسات دي، من فضل الله إحنا من أول يوم عملنا إيفنت عشان نعرف رجال الأعمال، رجال الأعمال وبعض الشخصيات العامة إحنا عايزين نعمل إيه. بنك الطعام مش ممكن هشوف حد مش لاقي يأكل أو بياخد من الأرض حاجة من غير ما تنظفها أو ينظفها ويأكلها، وفي نفس اليوم أشوف حد في فندق فايف ستارز. ده ما يرتبطش مع المواطن إن هو قريب من الصدقة، منها إلى المساعدة الاجتماعية في تطوير المجتمع المصري؟ لا هو حضرتك يعني أولا هو مش غلط إنها تكون صدقة أو زكاة، بس أنا عايزين نفصل. يعني احنا طبعا قصة بنك الطعام يمكن ناس كتير انتقدت، وانتوا هتدونا الاكل او هتدوا الناس الاكل يبقى مش هيشتغلوا، دي والسنارة والسمكة وقصة بتاعت المثل الصيني دي. فاحنا اولا قفلنا الباب ده تماما، احنا بندي السمكة للي مالوش ايدين او ما بيقدرش يتعلم او ما بيشوفش، او الارملة اليتيم الكبير السن اللي عنده عجز كلي او ما يقدرش ما شابه كده. وقفلنا بقى السكة دي خالص تمام. ببنك الامل اللي هو للتدريب والتشغيل. تمام. دكتورة نجلاء، ازاي يحصل مشاركة بين الحكومة وبين رجال الاعمال والمجتمع المدني؟ ازاي يتحقق ده تنمية بينهم؟ خليني بس الاول نعرف الناس ايه هي اصلا، يعني احنا عمالين نقول المسؤوليه الاجتماعيه من الصبح، المسؤوليه الاجتماعيه الباشمهندس حسين الباشمهندس نيازي، عمالين نقول المسؤوليه الاجتماعيه. على فكره بقى الغريب اللي انتوا ممكن تستغربوه ان لغايه دلوقتي ما فيش مصطلح محدد يوضح ايه هي المسؤوليه الاجتماعيه. ليه؟ عشان انه تطبيقاتها مختلفه جدا. يعني لو انا مسكت المسؤوليه الاجتماعيه هلاقي فيها جانب اقتصادي، هلاقي فيها جانب تنموي، هلاقي فيها جانب اجتماعي، هلاقي فيها جانب اخلاقي. والجديد بقى دلوقتي يمكن ان احنا مش شغالين عليه مصر بس، دوت موجود في معظم الدول الاجنبيه، الجانب البيئي. يعني هم مهتمين جدا بالنواحي بقى المناخ، التغيرات المناخيه، تلوث المياه، كل الكلام دوت بيعتبروه جزء من ما عملش مستشفى وبعدين ادمر صحه الناس وكل المسؤوليات، فبيعتبروه جزء من المسؤوليه الاجتماعيه بيستثمروا فيها وبيحاولوا ان هم يبقى ليهم مشاركه فعاله او بناءه. ارجع بقى ايه هي المسؤوليه الاجتماعيه. هي الشركه بتعلن مسؤوليتها التامه تجاه اولا الافراد اللي بيتعاملوا معاها، سواء افراد الداخليين جوه المؤسسه نفسها زي ما باشمهندس حسين قال، العاملين، الاعضاء مجلس الاداره، كل الناس دي، والجهات المستفيده المتعامله مع الشركه، سواء بقى منافسين، سواء مستهلكين، سواء موردين، وهكذا. دي اول حاجه الافراد.
تاني حاجة المجتمع اللي موجودة في الشركة، يعني الكوميونتي اللي هي موجودة فيه. أنا بعمل مدرسة، أنا بعمل مستشفى، أنا بعمل مستوصف، أنا بعمل حاجة للإسكان، ايه هي الحاجه اللي انا ممكن اعملها قيمه مضافه للمجتمع اللي انا موجود فيه، زائد بقى زي ما قلت البيئه الخارجيه اللي هي بقى الهواء والميه والمناخ وهكذا. فدي مفهوم العام للمسؤوليه الاجتماعيه. ازاي بقى نربط رجال الاعمال بالحكومه بموضوع التنميه المجتمع المدني. او المجتمع المدني؟ انا شايفه يعني الاساس خالص اللي لازم نبني عليه هي ثقافه المسؤولية الاجتماعية. يعني ايه ثقافة المسؤولية الاجتماعية؟ انا ممكن اعمل مسؤولية الاجتماعية لان انا عايز اكون صورة ذهنية للشركة بتاعتي، ممكن اعمل مسؤولية اجتماعية لاني عايز اعفاء ضريبي، ممكن اعمل مسؤولية اجتماعية لاني عايز اقوي علاقتي بالمنظمات الدولية الخارجية. لكن هل انا فعلا من جوايا عندي او مؤمن ان انا اعمل مسؤولية اجتماعية عشان اخدم المجتمع اللي انا فيه؟ انا شايفة ان نقطة البداية ازاي ان انا انمي الوعي، ازاي فعلا ان رجال الاعمال يتبنوا دوت من منطلق انه ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايز اوصله وعايز اعمله. اوكي اميرة عندي سؤال. انا كنت عايزة اسال حقيقة المهندس حسين صبور في انه زمان كانت الدولة بابا وماما، الدولة المواطن ينتظر منها تسكنه وتأكله وتوظفه وكذا وكذا وكذا، وبالتالي الدولة القابضة دي رجل الأعمال يدفع لها ضرائب فلوس وهي هتاخد الفلوس تعمل بيها مشاريع وتعمل. النهاردة في إطار الخصخصة وفي إطار تغيير شكل المجتمع، الدولة بتسحب إيديها سنة سنة من أدوار كتير. فأنا ما أجي رجل أعمال النهاردة، رجل الأعمال ده عامل مشروع، واخد الأرض من الدولة بتسهيلات، واخد عنده قوانين ضرائبية بالذات لو في مستثمر أجنبي أو غيره أو في مناطق حرة أو كذا، واخد تسهيلات ضريبية. فأنا عايزة الرجل الأعمال ده أنا كدولة عايزة يعمل دور اجتماعي تجاه البيئة المحيطة، تجاه مش بس العاملين جوا الشركة، أفرض عليه ضرائب زيادة، أفرض أعلي الضرائب، أقول له كل ما تحقق ربح أنا هعلي الضرائب، وانا كدوله اتولى مسؤوليتي تجاه الناس؟ ولا رجل الاعمال يفضل انه لا احنا هنحتفظ بمعدلات او بشرائح الضرائب الموجوده مقابل انه يبقى فيه عمل اجتماعي حقيقي مع الناس؟ يعني شركه الاسكان تعمل مشروع اسكان اصغر او اقل او للفقراء او للكذا. رجل الاعمال حضرتك باعتبارك رئيس جمعيه رجال يفضل اني فورم؟ هو اولا اقول انا رايي ايه في الدوله. اتفضل. الدولة صانع فاشل وتاجر أفشل. كويس. فبالتالي لو الدولة خدت مني ضرائب زيادة مش هتعرف تعمل خدمات للمجتمع. الدليل على ذلك إنها قالت في يوم الأيام أنا بابا وماما وأنور وجدي. وأنور وجدي. وكانت النتيجة أنه بدأ في عهدها العشوائيات. ما كانش عندنا عشوائيات أبدا من أيام الملك فاروق، بس عشان أنا أوكي. ما كانش عندنا 1200 عشوائية اللي هيكلم نيازي بيه فيهم إذا حاب يكلم فيهم، دول ما بدأوش إلا بعد ما الدولة قالت أنا بابا وماما. كويس. والفقر ما زادش يعني، فثقتنا في الدولة فشلت خلاص غير موجودة. إذن رجال الأعمال يفضلوا أن يتولوا بأنفسهم أداء الدور الاجتماعي. نمرة 2. أوكي. لو إحنا زودنا الضرائب بحجة أن الدولة هتاخدها عشان تستثمر بيها، كثيرين جدا من الأجانب لن يأتي إلى مصر لذات الضرائب العالية، هروح ماليزيا. فإذا هي لها ضرر تاني، إنه مش بس إن الدولة هتاخدها تفسد استعمالها، لا أيضا هتطفش المستثمر اللي أنا بجري وراه عشان أجيبه مش هيجي، هيلاقي هنا هون فيه عيوب، يبقى أزي لا حكومة ولا ضرائب. إذا تاني هرجع أقول إذا رجال الأعمال يفضلوا إن هم يتولوا المسؤولية الاجتماعية. إذا لمصلحة مصر أن يقوم رجال الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية. بس بمعايير خلينا نشوف النظرة العالمية بقى الموضوع ده، ولكن عايزين نطلع فاصل نستأذن حضراتكم فاصل صغير نرجع نواصل حوارنا تاني عن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال. مرة تانية مع حضراتكم نواصل حوارنا عن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال، ومعنا الدكتورة نجلاء دسوقي مدرس الإدارة العامة بأكاديمية السادات، أستاذ نيازي سلام رئيس بنك الطعام، والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال. وحضرتك باشمهندس حسين كنت بتتكلم عن مسؤولية رجال الأعمال بالنسبة للضرائب للدولة للدولة. يعني أرد على حضرتك إيه مفهومي أنا.
يعني انا النهارده هفترض ان انا عندي مصنع او عندي لوكاندا، انا في ناس بيوردوا لي حاجات. مسؤوليه الاجتماعيه ان انا ادور على الناس اعلمهم يبقى من صغار المنتجين عشان يورد لي الزرار، ما اجيبش من منتج قائم. ده الفرق بقى بان انا استسهل واجيب من منتج قائم او ادور على تشغيل عماله جديده وخلق فرص عمل جديده والاهتمام بالصناعات الصغيره جدا ومتناهيه الصغر، بان انا في شغلي ادور انا على من يستطيع ان يورد لي الواردات اللي انا عايزها في مصنعي او في اللوكاندا بتاعتي، بان انا اخلق، استغفر الله العظيم كلمه اخلق، يعني وظائف جديده ومهن جديده للبطاله القائمه والناس اللي مش عايزه او مش عارفه تحط على الطريق السليم. ليس في تصوري مسؤوليه اجتماعيه فقط ان انا بقول لك بكرر تاني ان انا شويه فلوس ابني بيها جامعه او شويه فلوس ابني بيها مدرسه، طبعا ده مهم جدا، لكن المسؤوليه الاجتماعيه هي ان انا ابحث انا ازاي اخلق وظائف تانيه، ازاي بس هو في قانون ضريبي على فكره، الكلمه اللي قالتها الدكتور عن البيئه، ازاي لو انا عندي مصنع زي مصانع السماد او مصانع الاسمنت ما طلعش ابخره واطلعش وابوظ الدنيا، ابوظ رئه كل اللي ساكنين حواليا. دي المسؤوليه الاجتماعيه طبعا. جنب الكلام العظيم جدا 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 اللي عمله نيازي بيه سلام. ما هو انا بقى دول نصفين بقى. استاذ نيازي حضرتك قبل الفاصل برضو كنت تقولي احنا مستعدين، احنا كرجال اعمال عندنا افكار كتير بس الحكومه تسيبنا نشتغل. انا عايزه اقف عند الحكومه تسيبنا نشتغل وافهم. يعني الاول تسمحي لي، الاول الصوره بتاعت رجال الاعمال ما هيش قاتمه بالشكل ده، ولا ان هم ما بيقوموش بالدور بتاعهم من ناحيه المسؤوليه الاجتماعيه. كل اللي احنا قلناه ده كله رجال اعمال اللي قائمه بيه، لا في حد بيدفعهم ولا حد بيزقهم. لا، هي الفكره ان نيازي بيه قد يرى البعض ان هي مش كفايه او عايزه تتقنن شويه، يبقى في تعاون بين الدوله ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال. انا هقول لحضرتك يعني يمكن احنا ما قلناش في زحمه المؤسسات اللي قلناها مصر الخير. بتشرف ان انا طبعًا عضو في مجلس امناء مصر الخير ايضا. النهارده مصر الخير عملت كمان عشان اسوي الحاجات الخاصه حضرتك بتدمجهم عندك في الشركه ربنا الحمد لله يعني. فمصر الخير النهارده عامله شركه اسمها ارض الخير، اكبر مزرعه تسمين وتحسين سلالات للجاموس في منطقه الشرق الاوسط. بتوفر 5000 راس. ما اقول لك 5000 راس يبقى بتوفر كم فرصه عمل؟ كم فرصه عمل للمواطنين المصريين على الاقل؟ على الاقل. وفي الصعيد في اسيوط لو قلت انها مثلا بتوفر حوالي 500 فرصه عمل. ماشي. طبعا يعني شيء جيد جدا. احنا عندنا في بنك الطعام عندنا صناعات قائمه دلوقتي، التعبئه وتغليف، التعبئه وتغليف نفسها عندنا برضو داخلين في مشاركات في تسمين العجول، عاملين مشاريع تنميه حتى في التعليم، هي بس الناس بتاخد الـ طب ما ليه الحكومه سايباكوا ليه كلمه لا بس هي الحكومه مش تسيبنا نشتغل مش انا وكثير من رجال الاعمال، ايه المشكله؟ تسيبنا نشتغل في حاجتين. ايه؟ في ناحيه شغلنا، المعوقات اللي موجوده النهارده في الاستثمار بشكل عام، لان كل ما الحمد لله رب العالمين قدرنا يعني تكون في يسر، كل ما قدرنا نساعد في الجانب الاخر اللي هو المسؤوليه الاجتماعيه. بالاضافه اللي حتى المسؤوليه الاجتماعيه في الفتره اللي فاتت دي كان فيها معوقات كثيره جدا. الحمد لله الحمد لله النهارده بقول من فضل الله لمؤسسة معن لتطوير العشوائيات استلمنا الأرض مؤخرا. يعني حتى بعد ما استلمنا احنا بقالنا سنة كنا بنجري في القصة دي. الحمد لله رب العالمين استلمنا الأرض، داخلين نعمل مدينة 3000 وحدة سكنية لمين؟ كاملة للي هم في المناطق الخطر اللي في المناطق العشوائية. واحنا محددينهم وبنعمل لهم دلوقتي تنمية وبناء إعادة بناء الشخصية، لأن مش عايزين ننقل العشوائية، ننقل الناس لمكان محترم في كل الخدمات ونبص اللي بيحولوها لمناطق عشوائيه. طب المدينه دي هتتعمل منين بالظبط؟ اول مدينه حضرتك بتكلف 400 مليون جنيه، منين دي؟ من رجال الاعمال بس رجال ولا أعمال الدوله المتبرعين بس؟ لغايه النهارده احنا ما فتحناش لسه رسميا. حضرتك سمعت ان احنا مؤسسه معن قالت رقم حساب الناس بتبرع عليه، لكن الارض إنما الحمد دي لله النهارده اديتكم الارض، خدنا الارض مضينا يوم الاربعاء في مجلس الوزراء اخيرا بفضل الله. اسمح لي معلش خليني اناقش حضرتك بمنظور مختلف شويه. يعني دلوقتي
رجل الاعمال لما بيجي يعمل مشروع ويخلق فرص عمل، ما هو لازم هيخلق فرص عمل، لانه هو مش هيقدر يشتغل من غير ما يخلق فرص عمل. فده ليس مسؤوليه اجتماعيه تجاه المجتمع، يعني دي مقتضيات العمل. انا مش هقدر اعمل مصنع غير لما اجيب ناس تشتغل، فاذا جبت ناس تشتغل هذا لا مسؤوليه اجتماعيه ولا فضل. لا بس في ناس بتجيب عمال من بره مصر، دي قوانين مصر بقى بيزعلوا. لا لا دي قوانين مصر. انا انا كحكومه مفروض ما اسمحش باستيراد العماله. انا بعمل مشروع فانا بخلق فرص عمل. تمام. شكل خلاص انا عملت المشروع وخلقت فرص العمل وحققت. بس انا معلش اختلف مع حضرتك. امال ايه؟ انا اختلف مع حضرتك. لان هقول لحضرتك استثماري، لان فرص العمل ما هو ممكن يجيب 10 وممكن يجيب 5 وممكن يجيب مليون. استثماري بس المهم الهدف ايه؟ يعني انا ممكن اكتفي باللي انا فيه، وممكن يكون عندي هدف اسمى والحمد لله رب العالمين. انا هتكلم عن نفسي. تكتفي باللي حضرتك فيه، ما تعملش مشروعات جديده. ممكن بس المشروعات الجديده دي اساسا بتعود على رجل الاعمال بالخير مش على الناس اساسا. المهم الهدف، انا النهارده عندي هدف في المجموعه بتاعتنا 20 20 80 كي. 20 20 يبقى عندنا 80,000 واحد متوظف. كويس. هل ده انا بقول 2020 يبقى عندي 80 مليار جنيه ولا 80,000 واحد يتوظف؟ بس حضرتك يا فندم ما انت بتوظف الناس عشان بيعملوا لك شغل، ده مش مسؤوليه اجتماعيه. لا 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 انا بعمل الشغل عشان اوظف الناس. اسمح لي اعلق بقى. انت بتعمل الشغل عشان توظف الناس؟ عشان اوظف الناس. يعني مش عشان لا تحقق مكاسب ولا اي حاجه؟ لا تسمحي يا دكتوره. ده مفهوم جديد لرجال الاعمال. ايه يا دكتوره ده مفهوم جديد لرجال الاعمال؟ الصراحه ما هي المحك هنا، انا بعمل ربحيه ولا لا؟ هو دوت القضيه نفسها. انا دلوقتي مش عايز اعمل ربح ولا عايز اعمل استثمارات، انا عايز اخدم مجموعه من الافراد. هم دول بقدم لهم خدمات معينه، بقدم لهم تكافل اجتماعي، بقدم لهم ادفانتج معينه او مميزات معينه. فلو انا بخلق فرص عمل عشان استثمر عشان يجيب لي فلوس، يبقى انا هنا خرجت بره نطاق المسؤوليه الاجتماعيه تماما. يعني فهمتك. لو احنا بتكلم على افراد، انا افراد داخل الشركه مثلا، طب هما بيشتغلوا وانا بدفع لهم مرتب وهما بينتجوا والاقتصاد بيعود عليا، لكن ايه الميزه اللي انا بديها لهم؟ هل بعمل لهم مدارس لاولادهم؟ هل بعمل لهم باصات مجانيه؟ هل بعمل لهم بديهم اراضي مثلا يستثمروا؟ هو دور على هل دي بقية بجانب الجانب العمل النشاط الاساسي اللي بيتقاضى عليه الحاجات الزياده. مستعجبه من الكلام اللي انا مش مستعجبه. بص حضرتك انا مش مستعجبه، انا بحاول. احنا بنناقش قضيه بجد صعبه بالنسبه للناس. انا مش بتكلم على نفسي فقط، الحمد لله رب العالمين. لان النيه عند ربنا سبحانه وتعالى واعلم بيها. يعلمها الله سبحانه وتعالى. ممكن حسين بيه بصفته رئيس جمعيه رجال الاعمال يقدر يقول هل في نماذج اخرى بالشكل ده ولا لا؟ لا بص حضرتك، انا عايز اتعلم ايه؟ انا عايز اقاطعكم. اتفضل حضرتك. هرد على حاجه قديمه انت قلتيها من شويه. بتقولي طالما انت عايز تكسب يبقى لازم هتعين عماله، ده موضوع وانتهي منه. هنا انا هقف بقى. هتشتغل من غير عماله؟ طبعا. هقولك ازاي. في بالظبط في تكنولوجيا شديده التقدم. طبعا طبعا. وانا بفتح مصنعي النهارده في تكنولوجيا شديده التقدم ويديرها 4 5 يديروا مصنع، وفي تكنولوجيا ثانيه متاخره جدا ويديرها 400، وفي تكنولوجيا متوسطه وانا بحسبها في حسابات كثيره جدا. بالظبط. حسابات منها هل شطارتي ان انا ازود العماله؟ هل اربح لي ان انا ازود العماله؟ هل افضل لبلدنا ازود العماله؟ كل هذه حاجات تدخل. يعني انا اقدر انتج الترابيزه اللي قدام حضرتك ده هي بنوعين من المصانع، نوع مصنع يشتغل فيه عدد عماله كبير، مصنع يشتغل فيه عدد عماله قليل. من ضمن المؤثرات سعر التكنولوجيا يا باشمهندس كمان وانت بتحسبها كرجل اعمال، يعني سعر التكنولوجي اللي يديره 4 يختلف عن سعر التكنولوجي اللي يشتغل فيه 200؟ مؤكد. أوكي. مؤكد. هكملك بس كمان مش كده. وبيهيفير العامل، العامل كل يوم يعمل اضراب وكل يوم يطلع يخنق صاحب العمل، هيخلينا النهارده ونتكلم بصراحه شديده بقى نتجه الى الفيري هاي تكنولوجي ما نشغلش عماله. زمان قبل الثوره اللي بدات من سنه ونص ما كانش ولا مصنع قطاع خاص، ولا مصنع قطاع خاص حصل فيه اضراب، ولا مصنع قطاع خاص حصل فيه اضراب. كان اضرابات اللي بسمع عليها موظفين الضرائب العقاريه قدام مجلس الوزراء، موظفين ما اعرفش مين. ولم يحدث، وانا رئيس جمعيه رجال الاعمال بقول قبل 25 يناير ولا رجل اعمال حصل له اضراب في مصنعه. النهارده ولا رجل اعمال تقريبا يعني ما حصلش اضراب في مصنعه. العمال بهذه الطريقه هم بقوا منفرين لان احنا
نفتح مصانع جديده نشغلهم. طب دكتور حسين خرجنا بقى من المسؤوليه الاجتماعيه الى حاجه ثانيه. اسمعني اسال، هل العامل المصري لو لقى ان المصنع اللي هو مفروض اللي عمل عليه الاضراب ده عمل له مدرسه جنب المنطقه وراح جايب عمل له مستوصف كمان شويه وراح جاي معامل دروس خصوصيه جايب مدرسين وقال لك ايه انا هجيب لاولادكم دروس خصوصيه اللي عنده ولاده في الثانويه العامه هاتوهم وهنعمل لهم ايه يعني درس او حصه، لو كان الرجل اعمال عمل الافكار دي هل تعتقد حضرتك ان كان العامل المصري وقف وعمل المظاهره او اعترض او عمل وقف؟ مؤكد حضرتك بتقوليه، مؤكد حضرتك بتقوليه هيخلي العامل المصري اقل هجوميه. مؤكد. لكن في حاجه جديده حدثت وهي الزن على الودان امر من السحر. بيقولي ما انا بقول لك نفس العامل المصري، هو نفس العامل المصري ما اتغيرش وصاحب العمل ما اتغيرش، نفس صاحب العمل الفلاني اللي عنده العمال الفلانيين يوم 24 يناير السنه اللي فاتت ما عملوش اضراب، 24 يناير السنه اللي بعدها عملوا اضراب. اذا كان عمل لهم مدارس ما كان عملها لهم، ما عملش هو برضه ما عملش. ما احنا بقى عايزين نقول ليه، بس هو السؤال احنا حاصرين نفسنا ليه في العمال؟ ما هو يعني دي حاجه جوه الشركه ما طبيعي. ده جزء مننا. خلينا نقول يعني خلينا نطلع بقى بره النطاق. احنا بنعمل استغل الفرصه والناس كلها بتشوفنا وجميع الطبقات بتشوفنا. انا هقول بس على واقع حدثت. كنا في كوريا الجنوبيه، سول وبنشوف خطوط انتاج جديده. خط الانتاج ده بعد ما اتفرجنا عليه خط كويس جدا، فبسأل الراجل اللي بيورينا خط الانتاج بقول له الطاقة الانتاجية بتاعت الخط ده قد ايه؟ فقال لي فين؟ تخيل حضرتك السؤال؟ يقول لي فين؟ قلت له يعني فين؟ مش هو ليه طاقة؟ لا مش كده، بيشتغل عليه ناس. فبقول له يعني ايه فين؟ الخط الطاقة قال لي يعني في اي بلد؟ في اليابان ولا في كوريا؟ ولا في سنغافور ولا في حتى بعض الدول العربية ولا في مصر؟ قلت له يفرق ايه يعني؟ هو نفس الخط؟ قال لي لا، هنا بتنتج 10,000، هنا بينتج كذا، هنا في مصر ينتج 1000. ليه؟ علشان العامل بتاعنا النهارده بقى شكله تسهر بالليل وتصحى على عشان العامل بتاعنا بقى انتاجيته شكلها ايه؟ طيب. انا فاهمه، بس احنا مش هقول نقلب حلقتنا اتهام في العامل. انا مش دقيقه، انا عايزه اقول الحلقه مش دقيقه، الدوله العامله على رجال الاعمال العمال عايزين نقلبها الى دور رجل الاعمال في تطوير العامل اللي عنده. هنسمع راي الجمهور في الموضوع ده. في ده اميره معاكي تليفون بعد اذن حضرتك. معانا هاني. الو هاني. طيب ما فيش هاني. الو استاذه مروه، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. يا منى، انا دكتوره مروه. يا منى مفيده معاكي، اتفضلي. ازيك يا مفيده؟ ازيكم كلكم؟ باشمهندس حسين، انا لسه بس ليا استفسار عن حضرتك. اوكي اتفضلي. بحكم نشاتي اصلا في بورسعيد، طبعا مفتوحه رجال اعمال ومنطقه حره، انما الملاحظ دلوقتي ان هم استغنوا عن العامل المصري لان هو كفاءته اعتقد انها مختلفه. فلما تمشي بورسعيد دلوقتي تلاقي اجانب، تلاقي فلبينيين، تلاقي هنود. هل شروط بتتحط للمستثمر تسمح له ان يجيب العماله بتاعته يبقى انا كده ما فتش اهل بلدي زي ما بيقولوا في البلدي كده؟ طبعا. ولا ايه شروط استقدام العاملين؟ طب هنرد عليكي دكتوره مروه الشاعر، بنشكرك جدا. بس معانا استاذ حاتم. معاكي يا اميره. الو استاذ حاتم. الو الو. ايوه يا فندم. مساء الخير يا فندم. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا بشكر حضراتكم على البرنامج الجميل ده طبعا في البدايه. ميرسي لحضرتك. رايك ايه في اللي بنناقشه يا فندم؟ ايوه يا فندم. حضرتك لو توطي التلفزيون شويه بس عشان نسمع السؤال. ايوه مع حضرتك. اتفضل. هو المثال الطيب اللي الاستاذ نيازي بيعمله حقيقي ده مثال واضح وده بيمثل طبعا منظومه متكامله. الطب بتظهر في بنك الطعام بشكل واضح. انا احد العاملين فعلا في بنك الطعام عنده في منظومه بنك الطعام المصري، واحنا بالاخص بنتيح فرص عمل كبيره جدا. وكان هدف مجلس الاداره في القضاء على الجوع برضه ان احنا نتيح فرص عمل للشباب، وده كانت منظومه هم بشكل كبير جدا بيسعوا بشكل واضح ان هم يتيحوا فرص عمل، ودي حقيقيه موجوده فعلا. فانا حابب انقل الصوره دي بشكل جيد يعني. نشكرك جدا يا استاذ حاتم. يا استاذ حاتم متشكرين جدا. ونكمل حوارنا. لا نسال سؤال مروه. في كمان مروة سؤال دكتوره مروه الشاعر. دكتوره مروه بتقول هل من حق المستثمر الاجنبي انه يجيب عماله اجنبيه ولا مش من حقه؟ بالذات ان في بورسعيد الوشوش ابتدت تبقى هندي وباكستاني. دي طبقا لقوانين وزاره العمل بتسمح
للشركات المصرية والأجنبية إنها تجيب نسبة معينة من العمالة غير مصرية إذا كانت ما فيش الخبرات دي في مصر. ملهاش البديل. لكن مع الأسف بنقول أنها أداء العامل المصري لدى الشركة الأجنبية بيكون أداء غير ملتزم وغير منتظم، فبيجيب من باكستان ويجيب من ماليزيا وبيكلفه أكتر لأنه بيجيب له طيارة وبيعيشه وبيأكله وبيسكنه بينما عمال مستكن في بيته. فإذا كان العامل المصري أكثر التزاما وأداء مؤكد سيستغنى عن كل الوشوش الأجنبية حضرتك بتشوفيها، واللي النهاردة أرفانة إن بلدنا فيها بطالة 13%، وده رقم عمره ما حصل من ايام الملك فاروق، بس عشان نتكلم بارقام، النهارده البطاله في مصر 13%، لم تكن وصلت لهذا الحد من ايام الملك فاروق. وعندنا عماله اجنبيه بيؤدوا مهن تافهه، ما هوش خبير ذره ولا خبير تكنولوجي. ده دليل ان صاحب العمل الاجنبي بيجد في العامل الاجنبي اكثر التزاما وانضباطا وانتاجا. حلها مش ان انا اطلع قوانين، حلها ان انا اربي العامل المصري على الالتزام الاكثر واحترام صاحب العمل اكثر. زي بره بيسموه رب العمل ليه؟ ما انا سالت السؤال ده. كلمه رب العمل في بره في الديانات الاسيويه معناها ربنا اللي بياكلني عيش. استاذ نيازي، لو فبالتالي في احترام شديد من العامل لرب العمل. تعليق حضرتك، تعليق دكتور قبل ما نطلع فاصل. انا اولا بس طبعا عشان ما يتاخدش انطباع ان احنا بنهاجم عمال على على الاطلاق، يعني الحمد لله. اللي حسين بيه قالوا ان في نسبه البطاله 12%، الحاجه العجيبه جدا ان زي ما في 12% بطاله في نقص شديد جدا في العمال، والمصانع القائمه النهارده بيخطفوا من بعض العماله اللي موجوده. ليه؟ علشان طبعا العماله اللي بتتخطف دي عماله مدربه او مؤهله لكده. يعني يمكن لما بنقول النهارده من ضمن مسؤوليتنا الاجتماعيه وكل القائمين عليها، وممكن اقول مثلا بنك الامل اللي هو للتدريب والتشغيل، محمد السويدي هو رئيس البنك، رئيس مجلس الامناء، يعني عنده خبره غير عاديه في عمليه التدريب. احنا بس بنحل المعادله دي، عاطل مطلوب عدد كبير جدا من العماله في مراكز تدريب. يعني بنك العمل اللي حضرتك فتحه استاذ نيازي ده، ممكن لو اي حد بيتفرج علينا، اي عامل دلوقتي عايز عنده طاقه ممكن يروح يتقدم، بتمرنوه وانتوا اللي توظفوه وتحطوه في المكان المناسب ليه، ونوفر له الوظيفه. طيب. وتوفر له الوظيفه. طيب. دكتوره نجلاء، تعالي حضرتك. انا كنت فعلا انتوا يعني اخذتوا الكلام من على لساني زي ما بيقولوا. انا كنت هتكلم على التدريب. يعني بره مثلا عشان ان هم يساهموا في في في, في تنميه العامل، في دورات تدريبيه كبيره جدا، ومش اكتر من كده، ده كمان رجال الاعمال بيساهموا في انشاء مدارس فنيه، معاهد فنيه، بحيث ان هم يبتدوا بقى يتبنوا طبعا. يعني هنا ابتدى المفهوم على فكرة. طيب نستأذن حضراتكم نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل حوارنا عن مسؤولية رجال الأعمال، المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال. ورجعنا نواصل حوارنا عن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال، وحضرتكم كان ليكوا تعليقات على أنا كان عندي سؤال قبل الفاصل. كنا بنقول ليه كل المجهود أو مجهودات بتاعت رجال الأعمال مش باينة، فبرضو حضرتك يا دكتور باشمهندس قلت لي لأن الناس مش عايز تعلن. هي معادلة صعبة جدا. أولا ثقافتنا في مصر، وطبعا ديننا بيقول لا تعلم يمينك ما قدمت شمالك، ماشي، بس احنا محتاجين نطور المجتمع. وفي نفس الوقت بيقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنعمل بقى زي مسرحيات مش عارف مين، افتح الشباك ولا اقفله، يعملوا اعلانات يتهاجموا علشان انتوا بتعملوا اعلانات وبتاخدوا فلوس تصرفوا بيها على الاعلانات على المؤسسات او لا، بالعكس حاجات ده الخيرية. في ناس هنا يعني بتدافع على الفيسبوك على رجال الاعمال حقيقه كتير. على فكره الاعلانات دي لما بتتعمل، وان كنا احنا من اقل المؤسسات اللي بتحط فلوس في اعلانات لله الحمد يعني، انما الفلوس دي بيبقى في الاخر مين اللي دافعها؟ مش من فلوس تبرعات. بتبقى رعاه، الرعاه دول مين؟ رجال الاعمال. هم اساميهم
شركاتهم موجوده كده. ففي الاخر برضو رجال الاعمال اللي بي... ما هو في نقطه تانية كمان على فكره، يعني احنا ما زال مختلط علينا ايه هو مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه. ايه الفرق يعني بينه وبين اعمال الخير والصدقات؟ هي دي. يعني معظم رجال الاعمال انا متصور اللي موجودين في مصر بيفتكروا المسؤوليه الاجتماعيه ان انا اطلع هبه، ان انا اطلع صدقات، ان انا اطلع اعانات، فبالتالي لا، مش لازم ان انا اقولها، مش لازم ان انا اعلن عنها، مش لازم ان الناس يعرفوها. لكن لا، ما في سر ولا او علانيه برضو عشان لا، بس هم مفهومهم ايه؟ مفهومهم ليها دي صدقه، دي مع ان دي جزء بسيط جدا ويعني حاجه متدنيه جدا، اسمحوا لي ان انا اقولها. لا، من القران حضرتك قالها، اسمحي لي اقول لك، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. يعني ده حق كده كمان للمواطن. ايه اللي حضرتك شايفاه ما اتعملش لحد النهارده في المشروعات؟ خليني اتكلم. يعني وجود يعني مفيش وجود، يعني في مشروعات اتعملت استثماريه كتيره، ايه اللي ما اتعملش يبقى غير يعني مشروعات في ناس، بعض الناس شايفه انها مشروعات غير انتاجيه، عايزين نوفر اكتر لو انا اتكلمت عن تطبيقات المسؤوليه الاجتماعيه، ممكن تقولي زي ما قلت معلش سوري انت حضرتك قلتي من شويه، قلتي انا في اشكال المسؤوليه الاجتماعيه بره مصر. خلينا ننسى مصر وننسى رجال اعمال في مصر وننسى اللي بيعملوه، وخلينا نتكلم على موديل مستقر عالميا، نشوف شكله ايه وبعدين نرجع نطبقه ونقارنه على مصر. طيب خلينا مصر دلوقتي على جنب ونبتدي بقى بفكره اصلا المسؤوليه الاجتماعيه على المستوى الدولي. ابتدت اصلا الفكره دي ازاي وجت منين، وهل فعلا هل هي فكره جديده ولا مطبقه والناس عارفينها من زمان بره؟ كمفهوم مسؤولية اجتماعية على فكرة بره في أمريكا بيتكلموا عليه من الخمسينات، بس مش بالمفهوم طبعا السائد زي دلوقتي كده. المسؤولية الاجتماعية بالشكل بتاعها، بالديفينيشن بتاعها، بالتطبيقات بتاعتها، ابتدينا من أول بالظبط 1999 او بالظبط كده او سنة 2000 في حاجة الأمم المتحدة عملت حاجة اسمها الجلوبال كومباكت او المبادرة الدولية. ايه هي المبادرة الدولية دي؟ هي 100 دولة اجتمعوا مع بعض ازاي يخلوا القطاع الخاص عنصر فعال لوضع سياسات المسؤوليه الاجتماعيه على المستوى الدولي او على المستوى المحلي في مختلف الدول يعني. فحطوا 10 حاجات اساسيه أهداف. المفروض او اهداف اساسيه بالظبط كده لهذه المبادره، منها بقى الشفافيه، منها المساءله، منها الحوكمه، منها الاتجاهات المفروض المجتمع يتبناها او القطاع الخاص، الاستمراريه كمان مش عامل مشروع الاستدامه بالظبط كده، لان ساعتها سنه 2000 بالظبط كده كانت الاهداف الانمائيه للالفيه هي التنميه المستدامه، يعني ازاي ان انا استعمل دلوقتي مواردي والبي احتياجات المجتمع والبي الاحتياجات الاقتصادية الحالية دون المساس باحتياجات الجيل القادم. ودي هنا كانت المعادلة الصعبة. على كم دولة بقى حضرتك؟ هم كانت 100 دولة 100 دولة هم اللي اشتركوا في المبادرة دي. بس منهم مصر؟ منهم مصر طبعا. احنا مصر هنا عندنا على فكرة حاجة اسمها الشبكة المصرية الخاصة بهذه المبادرة، يعني زي ما بنقول في شبكة مصرية، في شبكة كندية، في شبكة، يعني دي الحاجة المنبثقة من الأمم المتحدة أو المبادرة الدولية. باشمهندس حسين، انا هبقى ضد اميره، يعني اميره بتقول خلينا ناخد انت هتبقي ضدي كده بس استني بس فرصه هي بتقول خلينا ناخد الشكل العالمي ونحاول نشوف موجود في مصر ولا لا. بس انا هاجي اقول لحضرتك، حضرتك هتعمل اجتماع مع كل رجال الاعمال الموجودين في مصر وهتطلب منهم مجموعه مشاريع مش تخصصاتهم اللي محتاجينها حاليا لدعم المواطن المصري، المشاركة حقيقية من رجل الأعمال للمجتمع المصري. أول المشاريع دي هتكون إيه؟ الصحة والتعليم. لا شك أن ده اقتناعي أنا، الصحة والتعليم نقطتين مهمين جدا. وأنا عايز أحكي واقع، أن مراتي من مدينة صغيرة جدا في الصعيد، وهي شعرت ب التزام لهذه المدينة، فتولت بالكامل إنشاء مدرسة مع بالتنسيق مع الدولة، مش من وراء الدولة. بتنافس حضرتك تعمل مشروعات برضو. لا بس هي بتعمل مشروعات خيرية بفلوس. تولت بالكامل هذه المدرسة، أنشأتها في مدينتها، من هذا اليوم للنهاردة متولية تطويرها. كل سنة يقول لها مثلا عايزين معمل كمبيوتر جديد بتعمله. أيضا تولت في بلدها
تطوير كامل للمستشفى المركزي كمباني وكمعدات، وما زالت اي معد عايزينها من سنتها للنهارده مجرد بالتليفون بتروح لهم. محافظ الاقليم شعر بذلك فاتصل بنا وقال انا عندي المستشفى الجامعي اللي في العاصمه اللي فيه تدريس جامعه بيخرجوا منه اطباء ما فيهوش معدات، فتولينا بالكامل. عايزين العشرات من الاعمال في الفرق الوحيد ان دي انا اول مره اعلن هذا الكلام لاننا كنا معتبرين ان هذا شيء بيننا وبين الخالق، لكن النهارده لما بنفتح هذا المجال يعني انا بقول زي ما قال يزي بيقول غيري الاستاذ سعيد الطويل الله يرحمه اللي كان رئيس جمعيه سابقا هو من اسكندراني، لكن كان كل مصانعه في قرى في الجيزه، عمل ما لا تتخيليه في قريه الجيزه اللي بقى فيها مصانعه، رقى القريه، رصف لها شوارع، عمل لها مدارس، وبرده ما اتكلمش. هو ما راحش اسكندريه، راح مكان مصانعه حيث العماله اللي بتشتغل في مصانعه جايه له من القريه دي، فشعر بالتزام نحو العائلات دي. انا عايز اقوله على واحد تاني مش هقول اسمه لانه بيتحاكم الايام دي فمش هقول اسمه. الراجل ده هو مصانعه في مدينه السادات، لا ان عماله مدينه السادات بتيجي من 9 قرى بين مدينه السادات والدلتا اسمها كفر داوود، فلجأ الي انا كمهندس ان انا اطور 9 قرى في كفر داوود وصرف عليهم من جيبه حتى يطور قرى يبقى فيها ميه وكهرباء وما اعرفش ايه، عشان من وجهه نظره ان تطوير هذه القريه او 9 قرى دول هيخلي العماله تشتغل في مصنعه اكثر حضاره، فمش هكسروا له مكنه يعني. طبعا. شوفي هو طور قريه لكن استفاد منها ان هو حس بالعامل بتاعه تغير نوعيته. نتمنى يبقى كلام كتير هات رجال الاعمال بس معانا تليفونات استسمحكم بس تفضلي. اميره معاكي معاكي هاني. الو استاذ هاني. الو ازيك يا مدام اميره؟ اهلا وسهلا يا فندم مساء الخير. انا تحياتي لكل الموجودين اسم باسم بس مش عايز اخد من وقتكم كتير. اتفضل يا فندم. عايز اكلم استاذ حسين صبور واقول له يا استاذ حسين انت دلوقتي بتقول ان العمال عملوا اضراب من يوم 24 يناير. طب ما امناء الشرطه عملوا اضراب، الاطباء عملوا اضراب، المهندسين عملوا اضراب، بتوع الري عملوا اضراب، الدنيا كلها عملت اضراب. ليه ما سالناش نفسنا ان العمال عملت اضراب ليه؟ ليه ما قلناش ان العمال كانوا مقهورين وما كانوا حاسين بالظلم؟ وكان في كلمه شهيره جدا جدا عند الناس زي حاشا لله بالتشبيه ان بسم الله الرحمن الرحيم في سوره قران، هنا الكلمة شهيرة جدا احنا في قطاع خاص يا ابني، احنا ممكن نقفلها وانتوا اللي تلوصوا وانتوا اللي تقعدوا في بيوتكم، لكن احنا معانا ملايين. ليه ما قلناش ان الناس دي لما لقت ان الدنيا بتتغير عايزة تتغير؟ ليه ما قلناش ان لما راجل صاحب شركة يدخل له واحد عامل عملية في عينيه يقول له انا دافع 8000 جنيه يقول له يا ابني انا مناش بنك، انا مناش بنك. استاذ هاني استاذ هاني عايز اسال حضرتك سؤال. ايه راي حضرتك في الكلام استاذ هاني ايه راي حضرتك في الكلام اللي قاله الباشمهندس حسين صبور والاستاذ نياسي المتعلق باداء العامل المصري؟ انا حسيت ان الدنيا ورديه يا فندم، انا حسيت ان الدنيا دكتور حسين استاذ حسين صبور حسسني ان الدنيا لسه فيها ملائكه، الدنيا لسه فيها ملائكه وفيها خير كويس. هو بالفعل فيها خير. حضرتك رايك ايه يا فندم؟ اهو هكمل حته بسيطه. ليه لما يكون رجل الاعمال او صاحب الشركه متعسر يطلب من العمال ان هو يقفوا معاه يستحملوه؟ ما ياما شالكوا ياما قبضتوا. ليه لما يكون العامل في مصيبه او كارثه ليه صاحب الشركه ما يقفش معاه؟ ليه صندوق الجزاءات اللي الدوله طب وحصل ان العمال وقفوا مع اصحاب الاستثمارات في ساعه الثوره؟ يعني ما كان في ركود وما كانش في حركه، وقفوا فعلا معاهم ولا كانوا بيطالبوا باجرهم كامل؟ جميل. يعني وقفنا جنبهم يا فندم وناس. اقول لحضرتك على حاجه، احنا في وقت احنا كنا بنتنازع عن نص مرتبنا. تمام انا سمعت كده لمده شهرين. تمام شلنا رجال الاعمال. ليه رجال الاعمال لما يحصل لنا كارثه ما يقفش جنب العامل؟ طب بس يعني استاذ هاني استاذ نيازي والباشمهندس هيردوا عليك. استاذ هاني يعني طيب. يعني طبعا احنا مش عايزين نعمم ومش مقصود العمال بس في موضوع الاضرابات والاعتصامات، وهو امناء الشرطه لما يعملوا اعتصام او اضراب دي حاجه كويسه؟ ما اعتقدش انها حاجه كويسه. زي ما في من حق كل واحد يعترض في كل في كل قطاع في كل قطاع في الكويس وفي الوحش، في اللي بيقوم بواجبه وفي اللي ما بيقومش بواجبه، يعني يعني هي دي سنه الحياه. بس استاذ هاني بس احنا بندعو الناس كلها عدم مشاركه رجل الاعمال لمشاكله، يعني العامل
بيقف مع رجل الاعمال، لكن لما يجي هو يقع في ازمه ما بيلاقيش حد يشيله. فضل يعني حضرتك يا باشمهندس، بس يعني بعد التليفون استاذن حضراتكم، بس معاكي مؤمن بقاله كتير. ماشي استاذ مؤمن، اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضل. حاضر. انا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج الجميل ده. الله يخلي حضرتك. وبشكر استاذ حسام صبور وضيوفك. قول لي بقى رايك في اللي احنا بنتكلم فيه ايه. انا عايز بس اوجه سؤال للاستاذ حسين صبور، باشمهندس. ده كل الاسئله جايه لحضرتك النهارده، اتفضل. هو بيتكلم عن عمال، اكن العمال دول مثلا، انا اولا سواق، تمام، انا سواق. العمال والله الناس بسطاء يعني، بس عمره ما واحد رجل اعمال هيعامل البني ادم اللي قدامه كويس، ما يعملوش بكبرياء وهو مش هيشوف شغله، عمره ما هيعامله كويس وهو هيتخلى عن شغله ومش هيلتزم في شغله. هو مفيش تعامل اصلا، هو في شغل، في خد وهات، في وقت عمل بتيجي فيه وبتمشي فيه. يعني هو عايز منك ايه اكتر من العمل؟ مش في كل فندم والله. مش كل بنشكرك يا استاذ مؤمن. بنشكرك جدا استاذ مؤمن. وبعد الفاصل حضرتك هترد على الاسئله دي بقى، مش بتاعتنا دلوقتي. فاصل؟ نطلع لفاصل ونرجع نواصل حوارنا تاني بعد. مصر لديها العديد من رجال الأعمال الشرفاء، وربنا يزيد، ما بنشككش في نية حد، لكن البعض بيقول يا ريت تكون في مؤسسيه في هذا العمل، يكون في شفافيه للمشروعات اللي بتقدم للمصريين. وكان في مشروع حضرتك بتكلمنا عنه في الفاصل، مؤسسه تروس مصر. بتكلم استاذ نيازي، عرفنا ايه هو. هي مؤسسه تروس مصر تم اشهارها مؤخرا، لما لقينا كل زي الجزر المنعزله، كل واحد بيشتغل ويمكن بيحصل فيه دوبليكيشن للعمل نفسه، وفي نفس المكان ممكن، وناس بتستفيد اكتر من مره، وفي ناس ما بيوصلهاش اي حاجه. فالحمد لله رب العالمين اتعملت مؤسسه تروس مصر واشهرت اخيرا، ومشارك فيها كمؤسسين كل المؤسسات اللي حضرتك بتسمع عنها اللي موجوده، بحيث ان احنا كلنا يعني زي اي مؤسسه يعني زي مصر الخير والأرمان ورساله وبنك الطعام، كل رجال الاعمال عاملين مؤسسات فكلهم مشتركين. كل المؤسسات اللي وراها رجال الاعمال مشاركه في وبنوحد الجهود وبنجمع المعلومات الصحيحه، وهتبقى هي مصدر للمعلومات، وبنتبنى قضايا النهارده مهمه جدا. حسين بيه قال لما حضرتك سالتيه، تعليم الصحه. التعليم والصحه هم دول فعلا اللي احنا مبتدئين بيهم، موضوع محو الاميه والتعليم والصحه. والنهارده بيتعمل حمله اللي بنقول وداع عن فيروس سي، الانكيبيترز بتاعت الاطفال المبتسرين. حمله علشان دي كارثه لوحدها. لو حضرتك تعرفي عدد الاطفال المبتسرين اللي بيموتوا نتيجه ان مفيش حضانات ليهم، مكلفه جدا، عملنا عنها حلقه الحقيقه. استاذ نيازي، جت الحكومه بس قالت لكم والله المجموعه اللي بتعمل مؤسسه تروس مصر ده انا هقدم لكم 1 2 3 علشان تقوموا وتطلعوا وتقفوا على رجليكم وتبقوا مؤسسه كبيره تخدم العمل التطوعي. هل في تسهيلات فعلا زي ما بتقول مفيده ولا حصل ولا إيه؟ لا، هو احنا شغالين على التوازي يعني. الحكومه شغاله في وادي واحنا شغالين في وادي اخر. لو جينا بقى لحضرتك بتقوليه، هقول انا يعني انا هقوم بدور الحكومه. طب هل انا المفروض ان انا اعمل التعليم أكتر؟ اصلح التعليم او انحو الاميه؟ لا، احنا المفروض بنساعد الحكومه وبنعمل نماذج بنضغط بيها وبنحفز اخرين يعملوها، زي المدينه الجديده اللي احنا هنعملها اسمها مدينه معا، ومعا ده يعني كل الناس، متبرعين ومتطوعين وحكومه وده حتى الناس المستحقه نفسها اللي عايشين في عشوائيات في مناطق خطره هننقلهم في المكان ده. طب ورا الكلام ده مين؟ عشان برضو في حته المسؤوليه الاجتماعيه والديفينيشن. احنا عندنا مسؤوليه اجتماعيه. معلش انا اسفه، مضطر اقطع حضرتك. لا يعني احنا عندنا في جزء من ثقافه رجل الاعمال المصري احساسه بالمسؤوليه الاجتماعيه غير الالتزام بالقوانين. يعني ما بلوثش البيئه، ده التزام بالقوانين، ما بموتش العمال، ده التزام بالقوانين، بامن على العمال، ده يعني. لكن جزء من ده عندنا ثقافه المسؤوليه الاجتماعيه. هي هقول لحضرتك، هي حاجه جديده على المجتمع المصري. اوكي. واحنا من دورنا نشر هذه الثقافه، المسؤوليه الاجتماعيه والتطوع والتبرع، حتى في الاجيال الصغيره لازم نعلمهم الثقافه دي. انما نبتدي نشرها ابتدينا. يعني هقول لحضرتك على مثلا المدينه اللي هنعملها دي ان شاء الله،
وهتشوفوا اول عمارتين بعد 6 اشهر، احنا لسه مستلمين الارض يوم الاربعاء اللي فات، هتشوفوا ان شاء الله مين ورا الموضوع ده. كيان من غير ما نقول الاسماء بقى عشان ما يبقاش اعلان، مجموعه رجال اعمال، مجموعه رجال اعمال وبيشتغلوا في نفس المجال بتاع التطوير العقاري، كل خبراتهم وكل مجهودهم لقوا ان البلد محتاجه عشان موضوع العشوائيات، فاشتغلوا في الحته دي. هل دي مسؤوليه اجتماعيه ولا لا؟ مسؤوليه اجتماعيه. انا عايز اضيف حاجه، يا ريت دكتور خلينا نقول ان احنا في مصر بنبتدي حاجه اسمها بدايه مسؤوليه اجتماعيه. احنا ما كانش عندنا، نبتدي ما نعوش نقول بقى سلميه ولا بلطجيه، احنا عايزين ايجابيه. انا عايزه بس اقول حاجه، يعني حلو جدا اللي انا بسمعه باشمهندس نيازي، حلو جدا، يعني انا مبسوطه جدا بالمبالغات اللي حضرتك بتقولها. بس هل المشكله، هل فعلا في رؤيه واضحه عند حضراتكم؟ انا بقول انا هشتغل في مجال كذا وهشتغل في مجال كذا وهحدد انا هعمل ايه. أنا هل حضرتك في سياسات، هل في استراتيجيات؟ حاجه تقول انا عندي استراتيجيه وعندي يعني بس دي حاجه جديده، يعني بقول عشان كده دي كانت حلوه، بس قبل كده ما كانتش موجوده. قبل كده ما كانش موجوده الرؤيه الواضحه من دول. احنا حاطين خمس حاجات. اول حاجه النيه تكون لله. نمره 2 التخصصيه، اشتغل في حاجه معينه اتخصص فيها. نمره 3 الاحترافيه. نمره 4 ما احطش سقف للحلم بتاعي، لان انا ثقتي في الله سبحانه وتعالى هعملها، والدليل موجود. النهارده رقم 1 على العالم بنك الطعام. احنا حلمنا بالكلام ده، عندنا رؤيه زي ما حضرتك بتقولي، وعندنا خطه لغايه 2020 ان شاء الله ما يكونش في جاع على الارض. السؤال بقى اللي هيطرح نفسه دلوقتي، حلو دكتور نجلاء بتسال، انا عايزه شجعني ان انا اسال، يعني هل بقى بعد ما انا طبقت المشاريع دي، هل فعلا في ريكورد عندي بيقول انا هقيس ازاي التنميه الاجتماعيه اللي انا عملتها بعد المشروع؟ هل فعلا في معايير واضحه عند حضراتكم ومقاييس انا اقدر اقول المشروع دوت جاب لي عائد معين، او يعني حل مشكله، حل معينة. مشكله معينه اعتقد لازم يعني موجوده عندهم. دي في ربط، بس على فكره دي من مشكلات تطبيق المسؤوليه الاجتماعيه، ان انا ممكن اعمل حاجات كتيره جدا محطوطه في الحسبان بس ما بقدرش اجاوب على السؤال. دكتور ما يرد عليه مهندس حلو سبور. لا اعتقد ان تقييم النتائج بتكون من المجتمع كله، يعني تقييم ما عمله الطعام بتاع الصديق العزيز نيازي بيه ومجموعته، المجتمع كله شافه، المجتمع كله حس بيه. لكن ما اقدرش اقول ان احنا عندنا اساليب قياس علميه او هندسيه بتقول ده استفدنا منه قد ايه. طب خلينا نقيس على الفوت بتاع حضرتك، وهاخد تعليق حضراتكم كلكم. السؤال بتاع الفيسبوك بيقول هل تعتقد ان اغلب ما يقدمه رجال الاعمال للمجتمع 1 وعي بالمسؤوليه الاجتماعيه، قالوا 4%، او بر واحسان 1%، ومصالح خاصه 99%؟ على حضرتك ماليش دعوه ده رايكم. الناس شايفاكم مصالح خاصه وما عندناش حاجه اسمها ومفيش حاجه اسمها مسؤوليه اجتماعيه. لا عايزين نبقى احلى من كده شويه. ومفيش حاجه اسمها مسؤوليه اجتماعيه، يعني احنا بنطلع من الحلقه عايزين ردتكم. نبتدي باشمهندس. دي خيبة مننا ان احنا مش قادرين نقنع المجتمع بالدور الحقيقي اللي احنا بنعمله، وبان انا هضرب مثل في ثانية ولا not enough. هضرب مثل في ثانية. احصائية الدولة بتقول من سنة 2002 ل 2007 دخل سوق العمل 5.2 مليون داخل جديد، اما واخد دكتوراه، اما متخرج من الجامعه، اما دراسه متوسطه، اما يقرا ويكتب من الريف والصعيد. دخل سوق العمل 5.2 مليون داخل جديد. راحوا فين دول؟ 5 مليون اشتغلوا في القطاع الخاص، و200 الف اشتغلوا في الحكومه. يكفي هذا المثل انه رجال الاعمال المصريين والاجانب والعرب والمستثمار هم اللي في السبع سنين اللي فاتوا شغالوا كل العمال. يبقى انا هاخد منك ان احنا عندنا خيبه ان احنا ما حسسناش المواطن المصري. احنا مخطئين ان احنا لم نعلم المجتمع احنا بنعمل ايه. انا ضربت مثل صغير جدا من ارقام الدوله. انا هقول برضه استخدم نفس التعليق. خيبه ولا المواطن عارف الخيبه وعارف، لكن حاسس انه مش كفايه. ان احنا بقينا يعني سوء الظن غير عادي، ان الناس يعني متخيله ان 99% بتعمل الكلام ده عشان مصالح شخصيه. دي حاجه كارثه ان الناس بقت كده. انا عندي ظن عبدي بيه، فان ظن خير وجد خير. لان ما كانش الناس اتبرعت لبنك الطعام، يعني في ثقه طبعا ده رايي بشكل عام.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مفيش مسؤوليه اجتماعيه، مش قادر اصدق ثقافه المسؤوليه الاجتماعيه ان واحد صحفي كتب في كان بينتقد حاجه في بنك الطعام وبيقول انا لا اتخيل ان في حد بيعمل حاجه لوجه الله. طب ده انا ارد عليه اقول له ايه حضرتك؟ تمام. ارد عليه اقول له ايه؟ انا بقول له يعني الحساب سيبوه عند ربنا، خليكم حسن الظن وشوفوا النتائج بس. استاذه نجلاء اخيره. دكتوره نجلاء مفيش مسؤوليه والله يعني انا لا انا دلوقتي بقى من موقع منصب نائب مدير مركز البحوث والاستشارات اكاديميه السادات. حضرتك تدينا المعيار يعني قياس بالظبط. لا حضرتك بقى تعالوا تعالوا، احنا عندنا ابحاث كتيره جدا وعندنا بحوث عايزه فعلا تمويل وعندنا افكار وعندنا باحثين واعدين وعندنا حاجات جميله جدا احنا بندور دلوقتي. انا عماله فعلا بدور على ناس يجوا يمولوا الكلام ده كله. انا عندي ناس زي الفل عاملين مشاريع حلوه جدا. يعني اتمنى فعلا الاقي مشاركه بقى واثبت للناس ان انا مش بقى مش بشارك عشان مصلحتي، لا انا بشارك عشان فعلا من حاجه تنمويه. مصر الخير، لو انتوا فعلا اتجاهكم للبحث العلمي احنا عايزين نحس بيه. احنا عايزين، احنا كمواطنين مصر عايزين نلمع ولادنا اللي عندهم الافكار يطلعوا لنا كده منورين، يروحوا وييجوا وييجوا بشكل بره 90% على فكره من البحث العلمي. عن مصر الخير بس احنا بنطلب من حضراتكم هنكمل برضو ان شاء الله تكملوا احنا وراكم الفايل ده ان شاء الله علشان الناس تشوف حاجه ويشوفوا النتائج. يعني احنا النهارده بنقول اهو حاجه هتشوفوها بعد 6 اشهر. نتاسف ان وقتنا خلص بسرعه جدا، دايما الوقت الحلو كده بيجري. نشكر الدكتوره نجلاء دسوقي واستاذ نيازي سلام وهندس حسين صبور نورتونا. بعد الفاصل عندنا ستات ما بيعرفوش يطبخوا معانا ندى من القاهره. بعد الفاصل اتعلم. شرفوا معايا دكتور، شرفونا.